يعمل جهاز أكوا على نظام الاستشعار عن بعد المتطور LDS والمدمج مع نظام التحديد الصوتي لمسار ونقطة تواجد الهدف. يتميز جهاز أكوا بدقته العالية للأمواج الترددية التي تمكنه من تحديد وكشف مواقع المياه الجوفية وبدقة متناهية، كما يتميز بصغر حجمه وسهولة استخدامه، ويمكن وضعه في الجيب والتنقل به بكل أريحية وسهولة. الشرح عن قطع وأجزاء الجهاز. حقيبة حمل وتخزين الجهاز. الوحدة الرئيسية للضبط والبحث. مقبض حمل الجهاز. هوائيات الإرسال والاستقبال التلسكوبية ذات طابع خاص وفريد من نوعه. كيفية تركيب الجهاز. قم بتوصيل الهوائيات التلسكوبية في الأماكن الخاصة بها. قم بتوصيل مقبض الحمل في المقبس الخاص به في الجزء السفلي من الجهاز. تتألف الوحدة الرئيسية للجهاز من التالي: الواجهة الأمامية تتألف من مخارج موجات وترددات البحث تربط بين هوائيات الإرسال والاستقبال، واجهة الضبط الضوئية وتتألف من ثلاثة أقسام، واجهة الأهداف الاختيارية، مستويات ضبط عمق البحث، مستويات ضبط مسافة البحث، مفتاح التشغيل والإقفال، مفتاح التحكم في مستويات الصوت، مفتاح اختيار هدف البحث، مفتاح اختيار عمق البحث، مفتاح اختيار مسافة البحث، مفتاح بدء المسح والبحث، المؤشرات الضوئية الخاصة بعملية البحث، المؤشرات الضوئية لمستوى البطارية، الواجهة الخلفية، مقبس ربط المقبض، مخرج الصوت، حجرة البطاريات. خصائص ووظائف الجهاز. لتشغيل الجهاز قم بالضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوان للتحكم في مستويات الصوت من خلال مفتاح الصوت، ولتفعيل خاصية الاهتزاز قم بالضغط مطولاً على مفتاح الصوت. يعمل الجهاز على 4 بطاريات 1.5 فولت من نوع AAA قابلة للتغيير بعد انتهائها. مؤشرات مستوى البطارية يكون ممتلئاً كلياً حين تكون البطاريات ممتلئة، ولها 3 مستويات بألوان مختلفة تهبط تنازلياً كلما ضعفت طاقة البطارية، وهي بالترتيب الأخضر، الأصفر، الأحمر. وقبل نفاد الطاقة من البطارية يبدأ اللون الأحمر بالوميض. كيفية إعداد الجهاز للبحث. قم بتشغيل الجهاز من خلال مفتاح التشغيل والإقفال، ثم قم بتحديد معايير البحث، وذلك يكون بالتالي: أولاً، قم باختيار نوع المياه المطلوب البحث عنها من خلال الضغط على مفتاح الهدف Target، وستلاحظ التغير في المؤشرات الضوئية الخاصة بقسم واجهة الأهداف في أعلى الجهاز، فلكل نوع هناك ضوء خاص به، والأهداف هي كافة أنواع المياه: المياه المالحة، المياه المعدنية، المياه الطبيعية. ثانياً، قم بتحديد مستوى عمق البحث المطلوب، وذلك من خلال الضغط على مفتاح العمق Depth، وستلاحظ التغير في المستويات في واجهة الأعماق، وهي 25 متراً، 50 متراً، 100 متر، 150 متراً، 200 متر. ثالثاً، قم بتحديد مستوى المسافة المطلوبة للبحث، وذلك من خلال الضغط على مفتاح المسافة Distance، وستلاحظ التغير في المستويات في واجهة المسافات، وهناك عدة مسافات، وهي 25 متراً، 50 متراً، 100 متر، 150 متراً، 200 متر. رابعاً، قم بالضغط على مفتاح المسح Scan للبدء في عملية البحث، وستلاحظ أن المؤشرات الضوئية الخاصة بالبحث قد بدأت بالعمل، ونلاحظ انطلاق الإنذار الصوتي، وهذا يدل أن الجهاز متأهب لبدء عملية البحث.
كيفية البدء في البحث. قم بتوصيل مقبض الحمل في المقبس الخاص به في الجزء السفلي من الجهاز. قم بتوصيل الهوائيات التلسكوبية في الأماكن الخاصة بها المتواجد في مقدمة الجزء الأمامي للجهاز. قم بفتح هوائيات الإرسال والاستقبال التلسكوبية. على المستخدم حمل الجهاز من خلال مقبض الحمل وتوجيهه باتجاه التربة لمدة 15 ثانية للتعرف على التربة، حيث إنه تم تزويد الجهاز بنظام المؤلفة التلقائي ATS للعمل في جميع أنواع التضاريس والترب الصخرية الجبلية الرملية والطينية. ثم يجب تعديل وضعية الجهاز بشكل أفقي حيث يكون الجهاز أفقياً مع الأرض، وبعد ذلك نقوم بعملية تحفيز للموجات والمجالات الخارجة من الجهاز، حيث نقوم بتحريك الجهاز باليد يميناً ثم يساراً ببطء. ومن ثم يتم تثبيت اليد التي يحمل بها الجهاز. في حالة وجود الهدف الذي تم تحديد البحث عنه مسبقاً في منطقة البحث، سوف يتلقى الجهاز قراءة وإشارة، وذلك يكون بتغيير مسار واتجاه الجهاز تلقائياً من المسار الطبيعي الذي كان مستقراً عليه إلى مسار آخر. يكون هذا الاتجاه هو اتجاه موقع تواجد الهدف. نكرر الطريقة السابقة بعيداً عن نقطة القراءة الأولى بعشرة أمتار على الأقل بشكل جانبي للتأكد من مسار ونقطة تواجد الهدف. في حالة توجه الجهاز إلى نفس مسار القراءة الأولى، يمكن تكرار هذه العملية مرة ثالثة أيضاً مبتعدين عن نقطة القراءة الثانية بعشرة أمتار على الأقل بشكل جانبي. في حال حصلنا على نفس النتيجة، ذلك يعني أن الهدف موجود بالفعل وبشكل مؤكد. نقوم في هذه الأثناء بمسح وتثبيت موقع ومسار الهدف من خلال الضغط على مفتاح المسح إسكان مجدداً، لنلاحظ أن الجهاز قد بدأ بإطلاق تنبيه صوتي باتجاه موقع الهدف. ولو لاحظنا تغير اتجاه المستخدم كلياً والتفافه بالجهاز باتجاه عكسي، سوف يتوقف التنبيه الصوتي، ثم يستشعر الجهاز الهدف مرة أخرى ويتوجه باتجاهه ويطلق التنبيه الصوتي مجدداً. كيفية تحديد موقع المياه. قم بالمشي بالجهاز متبعاً ومتعقباً إشارة الجهاز التوجيهية والتنبيه الصوتي الصادرة من الجهاز باتجاه الهدف إلى أن تصل إلى نقطة سوف يلتف بها الجهاز إلى الخلف ويتوقف التنبيه الصوتي، وذلك يعني أنك قد تجاوزت نقطة تواجد الهدف. ثم قم بالدوران عكساً مع الجهاز والمشي ببطء حتى تجد أن الجهاز قد قام بالدوران والالتفاف مرة أخرى بعد تجاوزك لنقطة الهدف وإصدار التنبيه الصوتي مرة أخرى. ولكن حين تواجدك فوق الهدف تماماً، سوف تلاحظ أن الجهاز قد بدأ بالدوران يميناً ويساراً. ملاحظة: حين بدء عملية تعقبك لمسار الهدف، سوف تلاحظ أن الجهاز يصدر تنبيهاً صوتياً متواصلاً باتجاه مواقع الهدف، ويضيء الضوء المتوسط في المؤشرات الضوئية الخاصة بالبحث. ولكن في حالة خروجك عن المسار الصحيح لاتجاه الهدف، سوف ينقطع هذا الصوت ويصدر الجهاز صوتاً مختلفاً يدل على وضعية الخطأ. وأيضاً سوف يدلك الجهاز على مسارك الصحيح من خلال المؤشر الأيمن أو الأيسر ليرشدك على المسار الصحيح الذي سوف تقوم بتعقبه وتتبعه للوصول إلى الهدف.